السلام عليكم ورحمة الله، وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي. اليوم إن شاء الله طلابنا راح نتحدث عن تمرين 18. هذا التمرين الفكرة مالته يريد نوع الإضافة، نوع الإي آر. طبعا إحنا عندنا باللغة الإنجليزية، إذا ما تدري افتهم، انتبه يمي وركز يمي، هسه خليك تفتهم الموضوع. الموضوع بسيط جدا، عندنا 3 إضافات للإي آر باللغة الإنجليزية. النوع الأول إي آر الأول يسمونها سي بي، هاي للمقارنة، وهاي دائما تنضاف للصفة، دائما تنضاف للصفة. عندنا ER للاسم، وتنضاف للفعل. يعني من نشوف كلمة فعل حاطين لها ER قول هاي أن، من نشوف كلمة هي أصلها صفة وحاطين لها ER إذن هذه CP. من تشوف الكلمة بها تي متكرر، بها حرف الأخير متكرر، وهي هيك اصلها هيك، يعني هي من اصل الكلمه هيك، يعني فلاتر هي اصلها هيك، يعني الاي ار مو اضافيه لها، هي اصلها هيك، اذا هذه يسمونها ار بي، هذه يسمونها ار بي. خلينا نجي على هذا التمرين. نجي على كلمه هيفي. هيفي ثقيل بصفه، طالما هي صفه اصلها حاطين لها اي ار، اذا راح اقول عليها سي بي. نجي على هذه الكلمه، عندنا شمع. طبعا كلمة شمع يعني أصل الكلمة هي شمع، هي أصلها هي كلمة كلها شمع. إذن الـ ER اللي عندي RP، لأن لا هي فعل ولا هي صفة. عندنا كلمة fight بمعنى يتشاجر، fighter ER هذا للاسم، ليش؟ لأن أصلها فعل. عندي هذه كلمة هي أصلها صفة حاطين لها ER، إذن هذه CP، إذن هذه سي بي. وهذه الكلمة الأخيرة يعني من أصل الكلمة، إذن راح نسميها RP اللي هي repetition، أو مثل ما تشوف الحل قدامك. لهنا طلابنا الأعزاء تنتهي محاضرتنا هذه اليوم. شوفكم إن شاء الله بمحاضرة قادمة. تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.